Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. Eden, atamanna an takunu bi khayr antum wa kullu man tu'izzun. Eden, marhaban bikum fi qanat Alwah Sigma. Soyez la bienvenue dans notre chaîne Alwah Sigma. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. Eden, ana jid farih wa masrur li atqasama ma'akum ma'arifi fi ma'adat al-riyadiyat. Eden, bada'na fi hadha al-kitab alladhi huwa panorama en mathématiques deuxième année collégiale. Eden, wassalna ila safha. Dans la page 96, on a l'exercice 17 qui dit ABCD est un quadrilatère tel que AC est égal à 5 cm. MN, P et Q sont les milieux respectifs des segments AB, BC, CD et DA. Tracez la figure. Eden, je fais tout le monde. Avec ABCD quadrilatère, tel que AC, la diagonale dialo, est à 5 cm. Et donc, on va dire que nous avons les milieux. Et donc, on va dire que l'exercice 17, je trace la figure, je trace la figure, je trace la figure, je trace la figure, je trace la figure. هاد القطر هذا لا دياغونال تكون فيها 5 سنتيمتر، إذا تاخذ المسطرة ديالك وتبين بأن فيها 5 سنتيمتر هكا، إذا تكون فيها 5 سنتيمتر، إذا ثم بعد ذلك تتحاول تجاوب على أسئلة. إذا قال لك السؤال الأول دير هنا لي ميليو إم هو لي ميليو، قال لك لي ميليو ريسبكتيف يعني على التناوب على التوالي، إم لي ميليو ديال أ بي، و إي لو ميليو ديال بي سي، و بي لو ميليو ديال دي سي. او كي على الميليو ديال دي ا ولا ا دي. اذا انت قال لك هنا تراسي لا فيغور، حنا تراسينا مونطري كو ام ان اي باراليل ا ا سي. اذا بينوا بان هاد لا دووات هي، غادي نرسم عليكم دروكا. اذا فين هي لا دووات ام ان؟ عندنا دووات ام ان حنا نرسموها بشكل مغاير. اذا عندنا لا دووات ام ان ها هي، اذا هكا غادي نرسمو لا دووات ام ان. قال لك بين لنا بانها باراليل، واخا تحرفت شويه ولكنها تتبان بانها موازيه. اذا قال لك لنبين بان سميتو اول حاجه غادي تعتبروا بتاخذوا لو تريونغل ا بي ا بي سي. اذا كونسيديرون لو تريونغل ا بي سي ا بي سي. اذا المثلث ا بي سي عندنا هذا فيه لو ميليو ديال ا بي، وهذا سميتو ان لو ميليو ديال حسب المعطيات ديال التمرين. اذا دابخي لا بروبريتي ان يعني حسب الخاصيه الاولى اللي قلتو في الدرس، لا دغوات باسون بار لي ميليو دي دو كوتي اي باراليل سوبور دي تخوازيام. اذا يعني المستقيم المار من الاواسط الاضلاع او سميتو الاضلاع ديال المثلات فهو موازي للحامل الضلع الثالث. اذا ها هو هاد لا دغوات ام ان ال باس بار le milieu ديال AB et elle passe par le milieu ديال BC donc elle est parallèle au support ديال troisième le côté ou AC donc MN est parallèle à AC. On passe maintenant à la troisième question. غادي نشوفو troisième question واش يقولو لينا. إذا كذلك باقي لينا نبينو بأن MN كذلك est parallèle à PQ. إذا هاد MN اللي رسمنا بينا نبينوها كذلك هي موازية للا سميتو لا دغوات PQ. ها لا دغوات PQ ها هي، إذا كذلك بتكون موازية ليها. إذا كيفاش غادي نبينو؟ غادي ناخد المثلث اللي كاين في الأسفل في الجهة الأخرى المقابلة اللي هو دي أ سي، دي أ سي كذلك فيه Q لو ميليو ديال أ دي، و P لو ميليو ديال دي سي. إذا لا دغوات كيباس باغ لي ميليو في نفس بنفس الخاصية تتقول لنا بأن هاد لا دغوات باراليل أ سي، وعرفنا أ سي باراليل أم إن دونك. MN est parallèle à PQ. Idem, je vais dire que c'est bon. Je vais dire que c'est bon. Considérons le triangle AND. Comme l'a dit l'exercice 17. Considérons le triangle DAC. Appliquons la propriété 1. QP ou la PQ est parallèle à AC. Or, AC est parallèle à MN. Idem, le triangle est un bien ou bien PQ ou la QP est parallèle à AC. وعرفنا السؤال الاول بينا بان ا سي باراليل ام ان دونك بي كي اي باراليل ا ام ان. نشوفوا السؤال الثالث اش يقول لنا. السؤال الثالث يقول لنا كالكولي لا ديستانس ام ان. اذا عندنا حنا عطاونا فقط لا ميزور ديال ا سي،
إذا غادي تكون النص ديالها حيت قرينا حنا دابخي لو تيوريم دو تاليس بتكتبو نتوما حسب خاصية تيوريم دو تاليس دابخي لو تيوريم دو تاليس أون إم إن سور أسي إتيكالا أن دومي إذا نسأل المسافة الصغيرة كي تنقول لكم دائما نقسمها على الكبيرة تعطينا أن دومي في تيوريم دو تاليس إذا هاد لا ميزيغ ديال المسافة الصغيرة اللي هي إم إن مقسومة على أسي إتيكالا أن دومي وعندنا أسي تتساوي لينا خمسة عطاو لينا هما تتساوي هاد لا ميزيغ تاهي كتبناها في الأول أن هنا كاينة خمسة سنتي خمسة إذا ما عطاوناش الوحدات القياس ولا المهم إذا غادي تكتبو نتوما دابخي لو تيوريم دو تاليس أون إم إن سور أسي إتيكالا أن دومي دونك إم إن إتيكالا أسي سور دو دونك إم إن إتيكالا دو فيغيل سانك ونشوفو دونك السؤال الرابع اللي كاين في الجهة الأخرى إذا السؤال الرابع تيقول لينا عفوا إذا ديمونطخي كو إم إن بي كي إت أن باراليلوغرام بين لينا بأنه إم إن بي كي بأنه هاد الرباعي اللي هو غادي نعاودو نرسموه ثاني بأنه متوازي الأضلاع إذا ها هو غادي نحاولو نرسمو ليه الأضلاع ديالو إذا عندنا هاد الرباعي اللي هو إم إن بي كي ها هو إذا هاد الرباعي هذا اللي درنا هنا إذا تيتبين لنا بأنه راه متوازي الأضلاع بينا أولا الجهة الأولى بينا بأن إم إن باراليل ا بي كي بقات لينا نبينو بأنه بأن كو إم إي باراليل ا بي إن إذا بغيت تكتبو نتوما ديمونطخو كو إم إن بي كي إي تان باراليلوغرام يعني متوازي الأضلاع ها هو السؤال الرابع ديمونطخو كو إم إن بي كي إي تان باراليلوغرام On a montré que MN est parallèle à PQ, bien avec MN, faille moisi PQ, montrant que QM, Kadalik est parallèle à MN. On va le mettre à la table. Considérons les deux triangles ADB et DBC. On va le mettre à la table. 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 ها هو نفس الشيء غادي نديرو كي درنا تما كنت تشوفوه إذا هو تيبان ليكم دروكا هاد الرباعي اللي كان عندنا في الأول غادي نديرو ليه نقسمو على جوج بلا دياغونال ديالو هادي هي لا دياغونال ديالو لي تتربط بين دي و بي إذا و تنقسمو تناخدو هاد جوج مثلثات اللي عندنا حصلنا على أ دي بي وكذلك دي بي سي إذا ها هما عندنا جوج مثلثات المثلث الفوقاني لأ دي بي ودي بي سي وهذا كذلك بينا بينو في ان هذا موازي لهذا اذا مادام هذا موازي لهذا وهذا موازي لهذا اذا ما يحصل على باراليلوغرام هي متوازي الاضلاع اذا اون ا مونتري كو ام ان اي باراليل ا بي كي في الاول مونتري كو كي ام اي باراليل ا بي ان كونسيديرون لو دو تريونغل نعتبر المثلثات اللي قلنا دي بي اي دي بي سي لي بوين كي عندنا النقاط كي و ام سون لي ميليو دو ا دي اي ا بي Donc les points cadric PN et N sont les milieux de DC et BC. On applique le théorème de Thalès et on arrive à D. À QM est parallèle à DB et PN parallèle à DB. On l'a dit maintenant, bien nous bien nous, حسب la propriété 1 ou d'après la propriété, حسب الخاصية الأولى, عندنا بأن QM est parallèle à PN. Donc MNPQ est un parallélogramme. Et donc vous écrivez tout ça. MNPQ est un parallélogramme. Alors on va aller comme ça une fois encore. Et donc vous écrivez tout ça. Vous êtes rassemblés dans le mot de la télé. Non, c'est ADB. Le mot de la télé, voilà, c'est bien comme ADB. Vous dites que Q est le milieu de AD, ou M le milieu de AB. Donc la droite qui passe par لي ميليو باراليل ا دي بي اذا حنا بينا بان هاد لا دروات كي ام باراليل ا دي بي حسب هذيك الخاصيه الاولى ثم كذلك الجهه الاخرى بين غادي ناخذ المثلث الثاني هو دي بي دي بي سي فيه هاد بي ميليو ديال هاد دي سي او ان ميليو ديال بي سي دونك لا دروات كي باس بار بي اي ان اي باراليل ا دي بي اذا هاد بي ان باراليل ا كي ام وكذلك كنا بينا بان هاد مقسمته الرباعي فهو متوازي الاضلاع نشوفو السؤال الخامس السؤال الخامس قالك كيلي لا ناتور كيلي لا ناتور ديال هاد كوادغيلاتير ام ان بي كي ساشون كو لي دروات ا سي اي بي سون بيربانديكولير اذا قالك اذا كانوا لي دروات
اسي غادي نشوفو حنا لي دغوات اسي. الا كان عندنا هاد لي دغوات اسي قالك الا كانوا حنا الا كان عندنا هادو متعامدين ملي يكونوا متعامدين هادوك لي دغوات اسي اي دي بي فهو اش مستطيل. اذا فهو مستطيل. اذا بيكتبوا بيكتبوا بانه سيتان باراليلوغرام يعني متوازي الاضلاع ولكن غادي يكون سيتان ريكتانجل. بيكتبوا نتوما سيتان ريكتانجل. اذا سيتان ريكتانجل. اون باس مانتونو ان اكزرسيس 18. الاكزرسيس 18 يقول لنا ا بي سي اي تان تريانجل ام لو ميليو دو بي سي. La droite parallèle à AM passant par B coupe AC en S. Montrez que A est le milieu de SC. Et dans un haja, qu'on va nous répondre, on rassemble, c'est mieux de chercher la manière correcte. On va nous rassembler un point de ABC. On a AM le milieu de BC. Tout le monde va dire que la droite parallèle à AM et passant par B coupe AC en S. درنا بحال هاد التمرين بيكتبوا نتوما ABC est un triangle M est le milieu de BC. اذا اول حاجه تنرسموا المثلث هو رسمنا المثلث كيف ما كان تنديروا هذا لو ميليو ديالو تندوزوا واحد لا دغوات كي باس بار لو سومي A و باس بار لو ميليو ديال هذه تتسمى لا ميديان. هذه تتسمى لا ميديان ديال المثلث ABC. مزيان قال لكم لا دغوات كي باس لا دغوات باراليل parallèle à AM et passant par B coupe AC en S. Et donc, dit que le mustaqim le mar min B ou le mouazi AM tiqta'a la droite AC S. Montrons que smito A est le milieu bien bi anna had A huwa le milieu dial had le segment AC. Lino bien bi anna had nokta y est le milieu. Awel haja adna bi anna had le milieu dial CM atawa lina min CB afwan had M est le milieu dial CB. وهذه الراس ديال هذا المثلث. اذا بغينا نعتبروا حنا المثلث الكبير اللي هو له الراس ديالو هنا سي بنكتبوا المثلث بي سي اس. اذا هذا هو المثلث اللي غادي نعتبروا حنا ولا سي بي اس. اذا بغينا نعتبروه بنقولوا بان ام لو ميليو ديال السي بي وهذا لا سميتو هذا ما عرفناش لو ميليو هذا عرفناهم بانه متوازيين. مادام هما متوازيين اذا نطبق تيرم دو تاليس. بتكتبوا نتوما considérons le triangle CBS, on a AM parallèle à BC. C'est-à-dire, je cherche à trouver le théorème de Thalès, qu'on a deux modèles, et tu confies juge dial H, dial le mustaqim, tu mets tes marmelons, tu vois zin, et d'un ouais, tu marmelons au stade dial, ou la quoi tu con, allez, le cas est de dial. Et d'un on a AM et le milieu de BC, appliquons Thalès, et d'un les proportionnalités, on a CM sur CB est égal à CA sur SCS. Est égal à 1/2. Donc, on a CA est égal à CS sur 2. Et donc, nous avons dit que 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 سيل A تتساوي النص ديال المسافة ديال CS. إذا فـ A هو لو ميليو. دونك A إي لو ميليو دو سيغمون CS. هكذا نكون عجبنا هاد التمرين 18. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. إذا أعجبكم الفيديو انشروا مع الزملاء كيف استفدتوا فيدوا غيركم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.